اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بواحد برضو يعني انضم لنا من نجوم فريق 2007، واحد من العناصر المميزه، واحد من هدافي الدوري ما شاء الله برصيد 26 هدف. ولما بنتكلم عن رصيد الاهداف يعني ممكن نتكلم عن دوريات الجمهوريه كلها في الاعمار السنيه المختلفه، ممكن نلاقيه هو اكتر هدافي في دوري الجمهوريات، اللاعب محمد عبد الفتاح تاح. منورنا يا تاح. ازي حضرتك يا كابتن؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. قول لي الاول انت منين؟ انا من الشرقيه، من محافظه بلبيس، قريه متحمل، مدينه بلبيس. يعني بلديات الشرقيه. طيب ماشي، منورنا يا تاح. قول لي بقى، انت انضميت امتى للنادي الاهلي؟ من وانا عندي 5 سنين. مين اللي وداك؟ كان كابتن ياسر ريان. كان عندنا في دوره رمضانيه كده، وشافني وانا كنت بلعب واداني ميعاد ان انا اجي النادي الاهلي، وقال لك تيجي النادي الاهلي تختبر في النادي الاهلي. ومين لما رحت بقى النادي الاهلي اختبرك وشافك تفتكر؟ كابتن تامر حفني. ده برضه له فضل عليا كبير قوي. وكابتن زيزو، كابتن زكريا حسين، كباتن كتير بس مش عايز، مش عايز تنسى حد. وكابتن اسامه زكي طبعا اللي معانا، يعني اللي ساهم معاك في 26 هدف في الدوري السنه دي. لا ده حاجه تانية خالص ده. تمام. قول لي بقى، الدوري السنه دي دوري حلو ودوري قوي، بتقابله كل الفرق زي الفرق الموجوده في الدوري الممتاز، بتقابل الاسماعيلي، بتقابل الزمالك، بتقابل المقاولين، انبي. شفتوا الدوري ده ازاي قبل انطلاق البطوله، وكنتوا انتوا بتقولوا ايه لبعض كلاعيبه مع بعض مع الجهاز الفني؟ طبعا اول كنا مبسوطين طبعا ان احنا كنا نلعب دوري جمهوريه زيه زي الدوري الممتاز طبعا. بيقابل الفرق كلها. يعني بنسافر نروح نيجي، يعني كابتن خالد بيبو وكابتن مستر مايكل كانوا متوفر لنا كل حاجه بصراحه، وكان على قد المسؤوليه يعني. انت بتلبس رقم 9 صح؟ بنعرض لك هنا بعض اللقطات كده. بص هنا محمد عبد الفتاح بيلبس رقم 9، هو ده يعني الموهبه المنتظره ان شاء الله، واحد من هداف النادي الاهلي والعناصر الواعده ان شاء الله هنشوفها قريب. دي مباراه الاهلي والزمالك، احرزت هدف انت فيها؟ الجون الثاني. الجون الثاني ده جون الاطمئنان بقى. اول مره انتوا اول مره تلعبوا الزمالك صح؟ لا. ولا لعبتوها قبل كده؟ لا قابلناها قبل دوري الجمهوريه. كنا في دوري زد. قابلناها حوالي مرتين، خدنا منهم البطوله، كان على يد الكابتن اسامه برضه. كابتن اسامه كمان. ده الهدف بتاعك انت احرزته، عايزين نرجع بالهدف تاني. دي بعض اللقطات بس عايز اشوف الهدف تاني، رجعوا لنا بالهدف تاني، وعايزه هو اللي يشرح ويحلل الهدف التاني اللي احرزه في نادي الزمالك. ده الهدف، قول لي بقى احكي لنا انت عن الهدف ده. انا والله وزميلي محمد السيد كده كان بيلعبها، قلت ما اخد خطوتين لورا كده يمكن اجيبها بدماغي. فوانا بلف جسمي كده لقيتها قدامي، رحت انا متزحلق. الحمد لله يعني اللي هي دخلت الجون، كان فيها توفيق كبير. الحمد لله. قول لي بقى احلى، انت حرزت كام هدف السنه دي في الدوري؟ بفضل الله الحمد لله 26 هدف. احلى هدف فيهم؟ هو معظمهم كويسين بس على ما اظن يعني كان جون طالع الجيش. جون طالع الجيش اللي هو الدور الثاني، كان له فرحه وكان جون جميل. ده احلى الاهداف اللي انت ما تنساش في الدوري. طبعا. طب اصعب مباراه بقى، اصعب مباراه كانت في مشوار الدوري؟ كان ماتش الجونه. كان بيروح مننا الدور الثاني، وانا الحمد لله يعني جبت جون في اخر دقيقه.